مجددا تعود إلى الواجهة حالة الاحتجاج لموظفي مدينة تعز للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ 11 شهرا تقريبا. الآن الحكومة لو كانت مثلا لم تصرف لبقية المرتبات للمحافظات الأخرى، هنا نقول شيء ثاني، لكن طالما صرفت لبقية المحافظات الأخرى حتى شهر يونيو 2017 مع الحوافز مع المكافآت مع هذا، إلا أن محافظة تعز هناك يعني لها منظور آخر، يعني تآمر داخلي وتآمر خارجي. عايشين هم في فنادق الرياض ويستلموا بالريال السعودي ونسوا الموظفين هنا في تعز، لأن 10 شهور أطفالنا ما نحصلش من أكلهم. تمام، فهذه رسالة لهم أنهم يلفتوا لفتة للموظفين. ما يزيد عن 50,000 موظف وموظفة يشكون إهمال الحكومة لمطالبهم، إذ أن انقطاع مستحقاتهم يساهم في تدهور أوضاعهم المعيشية، خصوصا في ظل استمرار حرب وحصار الميليشيات الانقلابية ضد المدينة. التجمع اليوم يضم حوالي 47 نقابة، اجتمعت كل النقابات بمختلف فئاتها وقررت أن ترفع شعار واحد وهو المطالب بالراتب، ونحن اليوم بهذا العدد الكبير نرفع صوت قوي للحكومة، للرئيس، لرئيس الحكومة، لكل المعنيين، أن الناس 10 أشهر بدون رواتب، من مسؤول عن أطفالهم؟ عيد الفطر قد مشى وعيد الأضحى جاي، من مسؤول عن أطفالهم وعن كساء أطفالهم وعن غذاء أطفالهم؟ لذلك نحن على أمل أن يسمعوا هذا الصوت، وسوف يستمر هذا الصوت إلى أن تصرف مرتبات 10 أشهر وضم مرتباتنا مع بقية المحافظات المحررة. المطالبة بسرعة صرف المرتبات هو العنوان الأبرز لهذه المسيرة التي جابت شوارع المدينة، فهل ستجد الرسالة طريقها نحو المعنيين هذه المرة، أم أن التجاهل سيظل سيد الموقف ككل مرة؟ ما بين مطرقة حرب الميليشيات الإنقلابية وسندان إهمال الحكومة الشرعية لقطاع واسع من الموظفين تعيش المدينة، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع عليهم وعلى أسرهم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.